اسمي عمار محمد علي من سوريا من حمص عمري 20 سنة كنت عايش تحديدا بحمص بحي اسمه حي الوعر قبل ما اجي على الاردن يعني الحياة كانت ماشية حياتنا كانت ماشية الأمور كانت طبيعية أنا أكبر همي كان أنه أجيب علامات عالية أكون من الأوائل على صفي لما كنت بسوريا كان صفي ثامن فما كان صعب أني مثلا أكمل دراسة بالأردن سنة 2012 يعني بلشت تتطور الأزمة أكثر يعني قررنا نطلع من سوريا بسنة 2013 بعد ما خلينا نحكي إنه تأزمت الأمور لدرجة فهون طلعنا مباشرة كل شيء صار بسرعة يعني حتى لما طلعنا الصبح بتذكر كان في واحد من إخواني نايم الحرام اللي كان مغطى فيه طويناه وخليناه بالأرض يعني فواحد من أصدقائي حكى لي إنه صندوق الآثار العالمي عاملين برنامج تدريب لأعمال الحجر والمحافظة على البناء فكان عندي فضول من ناحية الحرف اليدوية كنت حاب أكتسب مهارة هيك يدوية وتكون إشي مميز ونادر كان في محاضرة تعريفية عن المشروع رحت حضرت المحاضرة وسجلت كانت اللوكال مانجر براءة موجودة والمهندس نور شرحونا عن البرنامج بشكل عام شو الأهداف مين الشركاء اللي بدهم يدربونا على نحت الحجر كانت فكرة فريدة ومهارة مميزة رغم أني كنت ملتزم بالدراسة فقررت أنه لا لازم أكون بهالأشياء هذا الفكرة الحلوة إنه جوهر الموضوع إنك تنسخ إشي يشتغلوه من آلاف السنين وترجع تكرر شغلات نادرة جدا وحلوة هي إنها موهبة نادرة بتحس إنه عندك إشي مميز صارت تتطور معلوماتي أكثر وأكثر عن الحجر وعن الآثار وعن التراث كتجربة كنت لا أعلم شيء عن الآثار بشكل عام عن المباني التراثية والحفاظ على المباني التراثية حتى أني بلشت أفكر أساساً شو اللي راح يصير بالآثار اللي بسوريا آثارنا اللي تدمرت صار عندي دافع بس أرجع على سوريا بعد ما تضبط الأمور إن شاء الله بدي أحاول أجمع زملائي اللي كانوا معي بالتدريب ونحاول نرجع نرمم الآثار اللي تضررت نتيجة الأحداث اللي صارت برجع لبلدي وأنا في عندي إحساس أني خلص بقدر أثر بقدر أرجع بلدي تقوم على رجليها وترجع سوريا اللي كنت بعرفها قبل ما أطلع منها